já a posicionar-se próximo do sítio onde se encontra o Presidente da República. Hino da República da Árabe do Egito. Agora vamos ouvir o hino da República de Angola. تم عزف النشيد الوطني الأنغولي. حيث في زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنغولا بتقديم بوقفة تحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. Esta etapa da passagem eu fiz as próprias temporadas بعد هذه التحية يقفان لالتقاط الصور الرسمية لوسائل الإعلام. ويرحب الرئيس الأنغولي بنظيره المصري. مصر تقع في شمال شرق أفريقيا، شمال السودان وشرق ليبيا، ويحدها شمالا البحر المتوسط وشرقا البحر الأحمر. وتقوم قناة السويس في مصر بربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. وهذا يضفي أهمية دولية على مصر. يقوم الرئيس المصري بتحية الوفد الأنغولي الرسمي، ويقوم الدكتور رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو بتقديم أعضاء الوفد الأنغولي للرئيس المصري. زيارة تاريخية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونقوم بالبث الحي المباشر لكم من القصر الجمهوري الأنغولي وفق البروتوكول. يقوم الرئيس الأنغولي جواو لورينسو بتحية الوفد المصري. وبرفقة الرئيس المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث سيتم توقيع اتفاق تعاون بين وبروتوكول تفاهم بين أنغولا وموزمبيق وأنغولا، بروتوكول تفاهم في مجال التعاون العسكري والمياه. حتى تستعين أنغولا بالخبرة المصرية في مختلف هذه المجالات. كما ذكرنا لكم